دي تورته بتاعت قناه الاهلي زي ما احنا وعدناكم، قلنا لكم يعني هنحتفل بيكم هنا على شاشه قناه النادي الاهلي، وكل اللعيبه كانت موجوده معانا وكل الجهاز الفني، واحنا النهارده وفينا بوعدنا، وانتوا وفيتوا بوعدكم وكنتوا ابطال فريق 2001، وما شاء الله انتوا لعيبه يعني على المستوى الاخلاقي حاجه جميله، وكمان على المستوى الفني ما شاء الله لعيبه مميزه، ونتمنى لكم ان شاء الله قريب نشوفكم كلكم ان شاء الله في الفريق الاول. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بشكر اداره قناه النادي الاهلي كابتن اسلام الشاطر والاستاذ ايهاب الخطيب انهم سمحوا لنا بالوقت ده كله علشان النهارده نحتفل بابطالنا ابطال فريق 2001 اللي هم يستحقوا هذا الاحتفال. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ويا رب دايما النادي الاهلي في افراح وفي انتصارات.